سلام سلام بنات، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين، اموركم هانيه، كلشي على خير، كلشي بخير. طفيتي الضو؟ صافي هادي غير هويه ديما مخلوعه. المهم كنتمنى انكم تكونوا مزيانين، اموركم هانيه، كلشي على خير، كلشي هو هذاك. توحشتكم بزاف، توحشت اني نصور لكم فيديو، توحشت اني نهضر معكم. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون فيديو ديال نوريكم اشنو شريت. يلا دخلت زعما مزنقه، غادي نحاول ان نوريكم شنو شريت. الحوايج اللي لقيتهم بروموسيون، واحد الحاجه وصلتني حتى هي غادي نبارطاجيها معكم. فهادشي اللي غادي يكون اليوم. غزاله ديالي، قبل ما ندخلوا لا فيديو، قبل ما تشوفوني اشنو شريت، بغيت نهضر معكم فواحد لو بيتي سوجي اونتر بارونتيز. البنات اللي كيقلبوا على خدمه وباغيين يخدموا وما عارفينش فاش غادي يخدموا، فانا جبت لكم اليوم واحد الخدمه زوينه زوينه ديال واحد الشركه اللي فريمون معروفه، اللي هي شركه اوريفلام. راه ماشي شركه وهميه، شركه حقيقيه اللي الناس داروا منها ديور، داروا منها طوموبيلات، داروا منها مشاريع ديالهم، وانا كنعرفهم شخصيا. داروا محلات، داروا بزاف ديال الحوايج، لان هذيك خدمه راه ما يمكنش بين ليله وضحاها خاصك تدخلي الفلوس، اولا خاصك اولا كضربي تماره واحد شويه وفي نفس الوقت كتدخلي فلوس. هذه هي الخدمه، اي خدمه مشيتي ليها كتم بهذه الطريقه هذه. فاليوم انا جيت لكم عند واحد السيده اللي فريمون غادي تهلا فيكم 100%، انا متاكده. غادي نخلي لكم لتحت في الكومونتير رابط ايبانغلي باش غتدخلونيش، ما غتعذبيش اختي، حيت كاملين بينا البنات كنبغيو نخدمو، كاملين بينا كنبغيو يكون عندنا مدخول ديالنا. ماشي ديما خاصني عافاك واش تعطيني، ماما عطيني، بابا عطيني، ولا راجلي عطيني. خاص يكون عندك مدخول ديالك انت اختي، ديالك انت بوحدك. ف خاصكم تجربوا ديك الحلاوه ديال ان يكون عندك مدخول ديالك، فلوسك انت، خاصكم ترضاو بالقليل باش ان شاء الله كيجيب ربي الكثير. فغادي نخلي لكم لو ليان ايبانغلي لتحت في لي كومونتير، هبطوا كتجريو وغادي تدخلوا ديريكتومون، ما غتعذبوا ما حتى شي حاجه، فدخلوا وما تحسوا. فكيما قلت لكم غتهبطوا لي اليان اللي تحت في لي كومونتير ايبانغلي، ادخلوا تما غتدخلونيش، ما غتعذبوا ما حتى شي حاجه، ديريكت سيرو نيشان بركو ادخلوا نيشان. انا متاكده ان ديك السيده اللي غتهضروا معاها غادي تعجبكم، انا متاكده انكم غادي تفاهموا معاها. الخدمه غادي تكون معاها زوينه وغتسهل عليكم بزاف ديال الخطوات اللي ما غيسهلوش عليكم واحد اخرين. فيلا نبداو لا فيديو ديالنا. معكم فاطمة الزهراء، وما دخلتي لهاد لا فيديو الا وربي سبحانه وتعالى صيفطها ليك اولا صيفطك ليها، المهم جيتو عند بعضياتكم، لان النيه ديالك زوينه ولان في قلبك باغا تبدلي الحاله الماديه ديالك، غير ما لاقياش اللي يشد لك بيديك. هادشي كيقدر يوقع لاي واحد. اليوم راكي جيتي بين ايادي امنه اللي غادي يقبطو بيديك ويوريوك الطريق حتى تولي عندك خلصه شهريه. ايها لاله، خلصه شهريه مع هدايا، مع سفريات، وبزاف بزاف ديال الامتيازات اللي كاينين في هذه الخدمه هذه. غتقولوا لي فاطمه زهراء شنو هي هذه الفرصه اولا شنو هي هذه الخدمه؟ هذه الخدمه هي مع الشركه ديال اوريفلام، ولكن الاهم فيها هو انني غادي نرشدكم لواحد الفريق اللي ليس ككل الفرق، فريق اللي فيه بنات ولا عيالات اللي هما حارات اللي غيشدوا بيديكم، واللي حتى هما كانوا بحالكم، دخلوا النهار الاول بداو درجه بدرجه. يلا نبداو لا فيديو ديالنا. البنات ما غاديش نبان لكم كامله، مي المهم اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي هاد لي تيزان هادو، زوينين بزاف. هادو ديال البابونج، ياك البابونج هو هي بعدا هو هذاك ديال البابونج. كنت اول مره كنت صدقتهم فواحد الصالون وعجبوني. غتكونوا عارفين الناس ديال انستغرام يكونوا شافوا فاش مشيت للصالون ديال ريتام، غتكونوا شفتوا ماشي غير انستغرام حتى يوتيوب، كنت بارطاجت معكم حتى في يوتيوب، وهما كيعطيو هكا كيعطيو لك في الكويسات فاش كتكوني جالسه عندهم. مهم عجبني الصراحه، وهي معقلات عليه من فاش دزنا كارفور شافته قالت لي هو هذا خديناه. المهم خديت هذا، ما عرفتش صراحه شحال فيه لداخل، داكشي اللي غادي ندير غادي ندير مع داك المعده الشهور. ها هو المهم هما هادو هاك. حاجه واحده اخرى اللي خديت اكيد الكويس، انا عجبتني هاد لاكولور فوالا، خديت هاد الكاس حمقاتني هاد لاكولور. عقلتي كنت ديما كتصبغ بها الفران، كتحمقني هاد لاكولور. يلا باغا ناخد بوشيطه فهاد اللون التليفون. المهم زوينين عرفتو، ولكن كاينين واحد الكويسات من نوع واحد اخر، كاينين في شو سميتو في اتاكاداو، الا كان عندكم نتوما اتاكاداو راه كاين واحد الكويسات فنين ب 12 درهم، هذا داير 13 درهم عرفتو، زوينين. المهم انا لقيت هذا خديته. حاجه واحده اخرى خديت هاد الشميعه اللي غنجربوها. خاصك تجيب لي بريكا. ها انتم الشميعه ديال القرفه. الظلام اويلي، الشميعه ديال القرفه. هاد الشيء كامل اللي خديت دابا حاليا كنوريكم من كارفور.
هادو قالت لي هويا مراه كيطلقوا الريحه زوينه. انا كنت خديت وحده في كاملين. انا كنت خديت وحده في الحمر ما كانتش كتطلق صراحه. لا ماشي غير الصفراء وهذه القرفه ما كتطلق. كنت خديت وحده حمراء ما كانتش كتطلق. هذه ريحتها ديال القرفه. انا ولي انا جادوغ القرفه كتحمقني ريحتها كتجبني ريحتها ما كيجبنيش نشربها زوينه ريحتها. فهادو خصني نولي ناخذ وحده اخرى حيت بغيت ناخذ وحده نحطها في هاد الطبيله وحده في الطبيله الاخرى وحده نحطها ليه. دونك غادي نزيد ناخذ جوج باش يوليو عندي ثلاثه في البيت. صراحه زوينه ريحتها كتحمق. نحطها هنايا دابا كوتي مازال وحده. هذه حتى هي هذه ديال الفاني تقريبا نفس لا مارك ياك. نفس لا مارك. هذيك ديال القرفه هادو عويلات ديال الفاني. هادو بحال داك الند كتشعلو فيهم شويه ديال العافيه وكتحطوهم ياكي كتحطوهم وكيعطيكم ريحه زوينه سواء فاش تفيقي مثلا في الصباح. فاش تفيقي الصباح تبغي بيتك تبقى فيه ريحه زوينه مور ما تجمعيه كتاخدي وحده من هاد الخشيبات وصافي كديري فيها البريكه وكتخليها تحتها في شي كويس ولا شي حاجه وكتبقى تعطي الريحه. وانت ما تمشيش تقضي شغالك ولا خليها وخرجي عادي زعما ما كتشعليها عافيه لا والو ما تخافوش. سينو ديريها في الحمام في الصالون فين ما بغيتي انت. المهم كتخلي بارفان زوين في الدار. هذه كانت البكله ديالها دايره 8 دراهم وفيها بزاف الصراحه. اسبيرون فاش نشعلوها تطلق الريحه زوينه. اسبيرون تطلق لنا ريحه زوينه. دابا كنت داكشي ماكياج اول حاجه خديت هي الصباغه. دونك خديت الصباغه بزاف البنات كيقولوا لي صافي شنو هي الصباغه اللي كديري لشعرك. انا شعري ديغنييرمون مابقيت كنصبغو بزاف وليت كنصبغ غير لا غاسين يعني دوك حيت لا غاسين عندي شي شويه ديال الشيب فكنصبغ غير داكشي ديال الشيب كنبعد على الجلده ديال راسي وكنصبغ غير داكشي وصافي. اما لي بوينت ولا لونغور ديال الشعر مابقيتش كنصبغها. دابا شعري انا في لونه الطبيعي ما كنصبغوش ولكن اللون اللي كنغطي به الشيب هو هذا بني غامق. وفاش كيبقى يتفتح يتفتح كيعطي داك المارون شوكولا يعني ما كنديرش الكحل غير باش تكونوا عارفين حيت بزاف ديال البنات تيشوفوا شعري مغلوق تيقولي صافا راه كيصبغها بالكحل وكتقولي لنا المارون. ها نتوما هذه راه مكتوبه بني غامق لا ريفيرونس 3 شاتان فرونسي فوالا. خديت في كوتي بروموسيون خديت هاد لو جي نيتوايون ديال نيفيا. هذا جي نيتوايون ديال بو نورمال اميكس ياكو. مازال ما عمرني جربته صراحه ما عمرني جربته. ودايرين من موراه هاد الديماكيون ديال لي زيو اولا ديال الماكياج عامه ديالو. ها نتوما شفتوا يعني دايرين دي بروموسيون في كارفور البنات غير خصكم تكونوا كتعرفوا كيفاش تشريو في لي بروموسيون حيت تقدري تلقاي هذا داير كدا و 60 درهم ياكو وفي واحد الجهه محطوط هذا وهذا بكدا و 60 درهم. واش فهمتوا يعني هذا وهذا بنفس الثمن ديال هذا بوحدو خصكم تكونوا كتعرفوا قبل ما تشريو تقلبوا مزيان في لي بروموسيون. هذا زوين شوفوا كي كيبان البنات شوفوا شوفوا بحال اللي فيه دي بغيون ولا ما عرفتش ياكي فيه بحال اللي فيه البغيون. المهم كاين هذا. حاجه واحده اخرى اللي خديت هي هذه. دونك خديت هاد ديودورون وهذا مع هذا واقيلا كريم على ما كنظن كريم كنظن. فانا غادي نشوفهم دابا نيت ونخليها حقا تمشي غدا للدار هي عاد نفتح صافي نخليهم بحال هكا حيت غدا نرجع للدار القديمه. المهم هانتوما كاين هاد لو ديودورون هذا وكاين هاد الكريم هذا واقيلا نشوف والله ما عرفتو كريم ما عرفتو جيل دوش ما باينش داكشي اللي كيبان ليا ما نعرف. المهم هانتوما كاين هاد الباك بجوج بيهم ب 32 درهم وانا كنت هازه غير هذا ب 32 اي هذا بوحدو 32 حتى كندور وكنقشع هاد البروموسيون فيها هذا وهذا ب 32. واش فهمتوا هادشي اللي بغيت نقول لكم تعلموا وتشريو صافي. واخر حاجه خديتها هي هاد الباكيه ديال لي رازوار دايرين لها 22 درهم. باكيه ديال لي رازوار ما عرفتش شحال فيها من وحده فيها 4 زائد 2 غراتي فيها 4 زائد 2 غراتي. وهادو كيكونوا كيرازيو مزيان البنات حيت انا كنستخدم الرازوار بزاف كيكونوا كيرازيو مزيان زوينين بزاف البنات. هانتوما شوفوا لا مارك ديالهم ابار المناطق اللي كنت استخدمت فيهم لاباراي ديال ليزر ما كنستخدمش فيهم صافي ما بقيتش محتاجه فيهم ليزر ما بقيتش محتاجه فيهم الغازوار. ولكن كاين شي مناطق ما درتش فيهم ديك الليزر فكنحتاجوا هاد الغازوار فوالا صافي هذا ما كان. دونك دابا غادي ندوز لكم لديك الكراتينه ونجيبو شي حاجه في ماكدو فيه واحد لاغام ديال الشعر اللي كنت شفت عبير براني بارطاجاتها غتكونوا عارفين هاد لاغام هذه ديال الشعر. الناس اللي متبعين عبير براني غادي يكونوا عارفين هاد لاغام ها هي
دونك فوالا هادي اون غام ديال الشعر اللي انا دابا نبارطاجيها معكم ان شاء الله. كتكون غير في لي صالون الكبار، مي انا دابا نبارطاجيها معكم فاش نجربها نعطيكم الراي ديالي فيها مزيان. فوالا هادي غام ديال الشعر، فوالا فيها خمسه ديال الحوايج. دونك دابا نبارطاجيها معكم ان شاء الله فاش نجربها، حيت دغنيامون تنفكر انني نقطع شعري ونعتني به لانه ولا كيطيح لي بزاف لانه خفاف، واش فهمتوا يعني ولا كيطيح بزاف وخفاف وما بقيتش كنعتني به، فحاولت اني ناخذ هاد لاغام باش نعتني بشعري. فاون فوا ان شاء الله غادي نجربها نرد عليكم ونقول لكم واش زوينه. مي زامور هادي هي كانت لا فيديو ديال اليوم، جيسبر فريمون انها تعجبكم، كنبغيكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه. بيزو، باي باي.